حتى ربك يريد. ايش تدلنا همتك شوي بلكي نتجوز سوا. اخي اللي همه مسدوده، انت يا سيدي على شو راح تساوي؟ اهلين بشيخ يا خرب مسكين لا ورا ولا قدامه، والله عم بينام بالجامع. ايه بس يا شيخ انتوا كبارية الحارة لازم تديروا بالكم على بعض. يا لطيف اسعدت يا اسعد يا بطل بس خروف مينو هاد؟ مينو اللي عامل هالعملة؟ يطلع لشوف؟ أعوذ بالله شو هاد؟ بده يتعلم علينا؟ بده يتعلم علينا؟ بس ما فشل ما فشل يتعلم علينا؟ يطلع يطلع لحرامي اللي مخبي حاله؟ نطلع طولك عمي فارس مشان الله في حدا فايت على الحارة بالليل ما في كلام مين اللي فايت؟ يا عبد الله وكيلك ما حد اندخل أفارس بدك تقلي مين فات على الحارة بدك تتذكر يا أبو شوكت ما حدا لا فات ولا طلع أفارس مشان الله تذكر منيح يا عمي ما حدا لا فات ولا طلع من العشاء للصبح وأنا سهران والله والله لو أعرفه لعلي رأسه مثل رأس الخروف على باب الحارة والله خير شوف يا جماعة الصبح خير إن شاء الله بعد شرف عمي شرف شوف الشوفة رأس خروف عم يشرشر دم على باب الدكانة عملت واحد حريني رخيص خسيس ابن حرام ابو عصام هذا مرسال هذا مرسال مرسال من مين عم يا ابو حاتم اليوم بدي اعرفه اليوم قبل بكره ابو عصام روق حتى نعرف من مين صلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خير 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 شو صاير شوف الشوفه يا اخي خاطر شوف الشوفه دم يا جماعه هذا دم اصبحنا واصبح الملك لله أرضي يا جماعة كل واحد على شغله يلا حركوا يا جماعة كل واحد على شغله يلا قولوا الله شوف يا جماعة شو القصة ماشي 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 أرضي هلا بنحكي شو هذا الدم يا طيب خير شوفي يا جماعة شوفي شوفت عينك عم يا بزافي راس خالوف على دكانتي بده يعلمه علينا روح عم عصام روح هذا شغل أولاد لو اللي عمله رجال كان طلع وحكى اللي بده إياه بالوجه اسلم هكتم أخي أبو زافر خلينا نروح نقعد بالمضافة ونحكي هونيك تفضلوا روّي عصام روّي عرضية